السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم أحبائي، هذا عبد الحكيم نعيم يحييكم. درس جديد من سلسلة دروس برنامج مايكروسوفت أوفيس إكسل. قدامنا ليكزيرسيس، طبعا الحال ديجا طبيتو باش نربحو الوقت. عندنا في هاد ليكزيرسيس لا كونتيتي، عندنا لو بخي داشا، عندنا لو بخي دو فونت، عندنا هنا توتال داشا، في لا كولون الأخرى توتال فونت. بطبيعة الحال عندنا في الاخر هنا توتال، عندنا مين، عندنا ماكس. اول حاجة اللي كنلاحظ هو ان لو طابلو ديالي خصني ندير ليه لا ميزون فورم، لان مثلا كنلاحظوا هنايا كونتيتي اون شي حاجة ما بيناش. دونك اذا فاش كنكونو سيزينا مثلا في ان كولون ومخبية ليا لي كريتور، سيتادير ما بينش كلشي، دونك تنمشي ما بين مثلا ما بين بي لا كولون بي و سي، كندير ان دوبلو كليك باش كيبان لو غيست. لا ميم شوز كنمشي ما بين سي و دي، ان دوبلو كليك. ميم شوز هنا ما بين دي و او، ميم شوز، فوالا حتى تبان لي ليكريتور كاملة. نطراسي الطابلو ديالي، غندير لا سيليكسيون اول حاجة، وغادي ندير التخصاج ديال الطابلو، غندير توت لي بوردور. نسونطريو ليكريتور في الوسط، نسونطري بطبيعة الحال هنايا بالنسبة للتوتال و لو مين ماكس. هاد توتال مين ماكس ديالاش ديال لو توتال اشا و توتال فونت، يعني غادي نسيليكسيوني هنايا هاد لي كاتر كولون، غنخدم فيزيوني. ميم شوز هنايا، سيليكسيوني لي كاتر كولون، فيزيوني لي سيلول، سيليكسيون دو كاتر كولون، فيزيوني لي سيلول. غادي نزيدو شوية في العرض ديال لا كولون لين ان، غادي ندير لا سيليكسيون ديال لا لين ديالي، غادي ندير اون غرا، غادي نسونطري هوريزونتالمون اي فيرتيكالمون بطبيعة الحال، غندير اون غرا ميم شوز، توتال مين ماكس اون غرا اوسي، فوالا. بالنسبة للتوتال داشا هنايا، قبل ما نحسبو التوتال داشا، عندنا بالنسبة لا كونتيتي اون كيلوغرام، لا كونتيتي راها باينة. بالنسبه للبخي داشا بار كيلوغرام، بالنسبه للبخي دائما تيكون معاه في الاكسل ميسمى بسامبول مونيتير. سامبول مونيتير يعني العمله، العمله باش نديروها مثلا في البخي داشا البخي دو فونت، كنديروا لا سيليكسيون بهذا الحال ديال لي فالور كاملهم، كنمشيو للنومبر، كنمشيو من بعد المونيتير، وكنجيو لسامبول، كنقلبوا هنايا على الدرهم، حنا خدامين بالدرهم دونك خصنا نقلبوا على الدرهم. والعملة ديال الدرهم ما غاديش نلقاوها هنايا، دونك الا ما لقيناش شي عملة كنقلبو عليها في المونيتور، كنمشيو نجيبوها من بيرسوناليزي، كنختارو بيرسوناليزي، من بعد تنمشيو نكليكيو على 0.00 في هاد لو تيب، كنكليكيو كندير اونتر كيومي دي اش سيتادير الدرهم، فوالا. اي بوي غادي ندير اوكي. هنا دابا دخلت العملة مع لونسومبل ديال لي بخي، باقي ليا دابا لو كالكول، دونك غنحسبو لو توتال داشا. باش نحسب لو توتال داشا، عندي مثلا في البوم شريت 450 كيلوغرام، البخي داشا ديال باش شريت هو 2 دراهم. يعني باش نحسب توتال داشا كندير ايكال، كناخد لا كونتيتي كنضربها فوا لو بخي باش شريت، اللي هو لو بخي داشا اونتخي. ميم شوز توتال دو فونت، دونك غنديرو ايكال، خل لو بخي دو فونت فوا لا كونتيتي اي بوي اونتخي، فوالا. غنديرو ان دوبلو كليك اون با بور لي زوطر فالور، وغادي نديرو دوبل كليك ميم شوز، فوالا. بالنسبة للتوتال، دونك بور كالكولي التوتال، غادي نكليكي وغادي نختار صوم بي اونتري. بالنسبه لو مينيموم غادي نكليكي وغنختار مين، ولكن غنموديفي لا سيليكسيون بي اونتري. بالنسبه للماكس غنكليكي ندير ماكس اونتري، با فوالا. انا اختاريت حسبت لو توتال، حسبت من بعد لو مينيموم، حسبت لو ماكسيموم. هنا غنكون كملت الاجابه على الدرس. تسناوني في الدرس الجاي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.